سبور شو بتعمل؟ سبور أول مرة عملت سبور كان مطلوب مني نص ساعة، عملت 6 دقائق طلعت تريدميل تقريبا عم بقدر أوصل الساعة مرتاح، أيام بقطع ساعة وربع ساعة وثلاث فينا في مارس هلا تاني ستيب موقف السيجارة أو إذا الكلوب مسكر يعني سامدي وديماش بروح مشي بمشي الأشياء في بطلع سيوف بلفس السنين بلف وبطلع البيت يعني هذا السبور عم بعمل هتحس عم بيطول عمرك؟ صافي 7 ans باخذ ليبانتيل 160 لان ماكسيموم درت وطيت التريغليسيريد ل 250 يا رجل كيف حصلت معي وطي التريغليسيريد 125 ان كان ديوري دو في بركي اذا عشت اكثر صار الريسك الكاردياك اخف اذا التريغليسيريد كوليسترول كل هالقصص صاروا منيحه عن اوبليان لا سيجارات اللي رح نشتغل عليها بعدين بالنسبه لي انه ايه اكيد حسيت انه عمري عم بتقبل